بسم الله، من هو العظيم؟ لما نيجي نتكلم عن أحد العظماء لازم نعرف إيه هو العظيم أو من هو الشخصية العظيمة قبل ما نتكلم عن حياة العظماء. هل العظيم ده هو الغني، أو هل هو اللي عنده نسب، أو هو اللي عنده واسطة؟ الحقيقة إن العامة ليها مقاييس خاصة بيها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاب الرسالة قالوا إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شافوا إن في اتنين كده، واحد في مكة وواحد في الطائف، هما دول اللي ينفعوا يبقوا أنبياء، تمام؟ إن هم شافوا عندهم شوية صفات كده، تمام؟ الإمام البخاري بيحكي قصة برضه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: سيدنا عيسى، وقصة جريج إن في غلام براءه، وفي قصة إن امرأة كانت بترضع ابن ليها من بني إسرائيل، فمر بيه رجل وباع معاه حاشية، رجل راكب ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك ثديها واقبل على الراكب وقال: اللهم لا تجعلني مثله. وبعد كده ثم اقبل على ثديها. وبعد كده مروا بأمة تضرب، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك ثديها وقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت له: لما ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون سرقت وزنيت ولم تفعل. العظيم قد يكون غني كسيدنا عبد الرحمن بن عوف، أو فقيرا كعبد الله بن مسعود، أو ملكا كسيدنا سليمان، أو مملوكا كسيدنا لقمان، أو قد يكون صحيحا كسيدنا إبراهيم، أو مريضا كسيدنا أيوب، وقد يكون طويلا كسيدنا عمر، أو قصيرا كسيدنا ابن مسعود، أو ضخما كسيدنا وكيع بن الجراح، أو نحيلا كسيدنا أحمد بن حنبل، وقد يكون طول عمره كسيدنا نوح، وقد يقصر كسيدنا يحيى، أو يكون لينا كسيدنا عيسى، أو صلبا كسيدنا موسى، وقد يصبح قائدا كخالد بن الوليد، أو لا يستعمل ما يمسكش أي منصب كسيدنا أبو ذر، وقد يكون عربيا كسيدنا أبو بكر، وقد يكون حبشيا كسيدنا بلال، أو رومي كصهيب، أو هندي كالشاعر إقبال، وقد يسجن كيوسف، وقد يؤذى كلوط، وقد يكون رجلا كسيدنا علي، وقد تكون من النساء كسيدة فاطمة، أو يكون نسيبا كالإمام الشافعي، أو أعجميا كصلاح الدين، وقد يكون عسكريا كمحمد الفاتح، أو عالما كسيدنا ابن عباس، وقد يموت شابا كمعاذ بن جبل، أو يبدأ في طريق العظمة كهلا كالعز بن عبد السلام. فكل ده مش مقياس للعظمة. العظيم هو اللي يترك شيء طيب خلفه الناس تفتكروا بيه، ويكون رجلا إذا إن أتوا بعده يقولون مر وهذا الأثر. ومن علامات العظمة الناس تختلف فيه بين مادح وقادح، تمام؟ فدي تعريف للرجل العظيم، إن هو بيبقى ليه أثر في الناس اللي حواليه. إن سيدنا إبراهيم ربنا بيقول إيه؟ إن إبراهيم كان أمة. بعض المفسرين يقول لك إن أعماله توازن أعمال أمة، وفي بعض المفسرين يقول لك إن عمله بعمل أمة كاملة، إن هو بيأثر في أمة كاملة. إن في واحد مثلا بيكون تأثيره في بيته، في واحد تأثيره في المنطقة بتاعته، في واحد تأثيره في البلد، في واحد تأثيره في العالم، في واحد تأثيره إيجابي، في واحد تأثيره سلبي. فنسأل الله إن يكون تأثيرنا كبير، ويكون تأثيرنا إيجابي، وما نكونش بنضر حد، ما نكونش بنأذي حد.